بكرة إن شاء الله هندخل في عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات. ده هيكون بإطلاق القمر الصناعي المصري طيبة واحد، واللي تم الإعلان عنه من قبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. طيب خلينا نعرف تفاصيل بخصوص هذا الموضوع. بينضم لنا على الهاتف الدكتور محمد القوسي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. يا دكتور محمد مساء الخير واهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك استاذه ايمان، اهلا وسهلا. مصر هيبقى عندها قمر صناعي وهينطلق غدا اللي هو طيبه واحد، خلينا نعرف تفاصيل اكتر يا فندم عن الاستعدادات لاطلاق هذا القمر. يتم جميع الاستعدادات الخاصه بعمليه الاطلاق واللي هتتم من قاعده ديويانا الفرنسيه في امريكا الجنوبيه. الاطلاق ان شاء الله هيتم غدا بتوقيت الساعه 11 و8 دقائق مساء بتوقيت القاهره، وجميع الاستعدادات تمت والقمر تم تحميله على الصاروخ اريان 5 اللي هو هيقوم بالاطلاق وحمل القمر الى المدار بتاعه على بعد 36,000 كيلو متر من سطح الكره الارضيه. طيب يا فندم خليني أجيب على تساؤلات بعض المواطنين اللي ممكن يكونوا بيتابعونا. إحنا في مصر إيه اللي هنستفيده من إطلاق هذا القمر الصناعي وما المجالات اللي هيفيدنا فيها؟ تفضل. القمر ده هو قمر اتصالات، بمعنى أنه هو هيقدم خدمة الاتصالات التليفونية وخدمة الإنترنت عشان تغطي جميع أجزاء مصر. المواطن حاليا بيستخدم الشبكة العرضية في الاتصالات التليفونية وبيستخدم الكوابل الضوئية، وكثير من المواطنين بيشتكوا ان في اماكن الشبكة فيها ضعيفة وفي اماكن في مصر دلوقتي ما فيهاش شبكة الانترنت خالص. القمر طيبة واحد ده هيقدم خدمة اتصالات تليفونية تغطي جميع اجزاء مصر، ويقدم خدمه الانترنت لتغطي جميع اجزاء مصر وحتى الاماكن المنائيه اللي ما فيهاش نت، وبالتالي هيبقى شبكتين، الشبكه اللي بنستخدمها دلوقتي والشبكه الفضائيه، بمعنى ان دايما هتبقى خدمه الاتصالات التليفونيه متاحه وفي جميع الاماكن، ونفس الكلام بالنسبه يعني افهم كلام حضرتك ان 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 بانطلاق عفوا يا دكتور محمد، يعني افهم كلام حضرتك ان بانطلاق هذا القمر الصناعي هيكون عندنا خدمه افضل لمجالات الاتصالات، او ان هيكون هتقدم الخدمه بشكل جيد اكتر؟ طبعا هي خدمه الاتصالات التليفونيه الفضائيه هتبقى متاحة وتبقى دايما موجودة وبكفاءة عالية جدا بالمقارنة بالاتصالات التليفونية اللي بتتم بالشبكة الموجودة. خدمة الانترنت هتبقى برضو متاحة لا يتم فيها انقطاع، بس مش هنقول ان خدمة النت هتبقى اسرع من الخدمة الموجودة، لا هي هتبقى اقل في سرعتها من الخدمة الموجودة، ولكن الميزة بتاعتها ان هي هتغطي اماكن اكتر، مساحات اكتر. يعني يا فندم ان هي هتغطي اماكن اكتر او مناطق اكتر؟ في اماكن كتير في مصر الاماكن النائية والمنعزلة ما فيهاش نت حاليا. واحد هيقدم خدمة النت للأماكن دي اللي هي ما فيهاش نت حاليا يعني. يعني نقدر نقول الانطلاق هذا القمر الصناعي هيساعد أو يساهم في نقلة في مجال الاتصالات المصرية. طبعا هو هيدفع عملية التنمية دفعا شديدا، يعني التنمية المجتمعية بتقوم على وجود بنية قوية للاتصالات، بنية تحتية قوية للاتصالات. القمر طيبة واحد ده هيوفر البنية التحتية القوية للاتصالات، وبالتالي ده هينعكس على التنمية المجتمعية في مصر. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القوسي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. بشكرك يا فندم، شكرا.